أحيت مدينة تعز ظهر اليوم عيد المشاقر بفعالية شعبية أقامها الناشطون في المدينة بهدف تذكير المجتمع اليمني بالمكانة التي احتلتها المشاقر منذ القدم. وفي الفعالية التي أقيمت في منتزه التعاون تم توزيع المشاقر بأنواعها المختلفة على الحاضرين والمشاركين في تقديم الفقرات الفنية للفاعلية. ويعد 9 سبتمبر يوماً للاحتفاء بالمشاقر ومكانتها التي ارتبطت بحياة أبناء المدينة باعتبارها مظهراً للزينة وهدية للتعبير عن الود والتقدير بين الناس منذ القدم. والمشقر نبتة عطرية ويتميز بروائحه الزكية وسهولة زراعته ورعايته حتى على أسطح المنازل والنوافذ. اليوم نحن هنا في تعز 9/9 يوم الجمعة نحتفل بعيد المشاقر. المشقر هو مورود تاريخ قديم لتعز وهو رائحة طيبة، ونحن اليوم أتينا هنا إلى نادي تعز لنحتفل بعيد المشاقر ونفتخر بتراثنا أيضا. شكرا.